السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. طلعت استشارة مجانية لمنطقة القصور بيوت حكومية عنده بناء 3 أدوار، وتبين يا جماعة عدم الشفافية والاحترافية في المقاول. المقاول إيش هذا؟ المقاول التعيس اللي قاعد يبني 3 أدوار على طوفة سور. السور هذا بدون قواعد، والقواعد حتى لو فيه شناجات وفي عمودين هني ما يتحمل إلا السور بنفسه بحد ذاته. فما بالكم إنه يعني 3 أدوار. راح أصور لكم لخصوصية المكان، فهذا هني لازم نوقفهم عند حدهم. المقاولين هذول العشوائيين اللي الشركات اللي يجيك يقول لك لا الوضع طبيعي، تخيل السور هذا باني عليه 3 أدوار، إيش هذه العقلية التخلف؟ لذلك اهتموا في بيوتكم، لا تعطون بيوتكم خاصة مبنى قائم على جديد، لا تعطون شركات مو محترفة. انتبهوا، بارك الله فيكم، محبكم مهندس مطلق دعيج، تحياتي من منطقة القصور. لذلك اخواني شوفوا شلون البيت دور ثاني وأول وأرضي. بالله عليكم على سور قديم، المفروض يعني كان يكلف نفسه يهدم السور ويحط له قاعدتين عمود ويبلش عليه عشان يربط البيت في السور هذا اللي راح يصير فيه قاعدتين وعمودين، ما يكلف شيء يعني صراحة. 700 دينار حد أقصى مع العمال وإيش. فسبحان الله، شوف المبنى كبره، الله المستعان.